عثر أطباء في فرنسا على أول دليل على أن عقارا يستخدم في معالجة سرطان الرئة والكلى والجلد قد يكون قادرا على القضاء على خلايا مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب HIV في أشخاص مصابين بالإيدز. وقال الأطباء إن رجلا يبلغ من العمر 51 عاما عولج بمركب نيفولوماب، مما أدى إلى انخفاض جذري ومستمر في مستودع الفيروس داخل الخلايا.